والروجيتا اللي حضرتك بتتكلم عليها دي بتجي لنا منها بلاوي، بلاوي بتيجي في الروجيتا. بلاوي اهو اهو، يعني بتشوف دواء متعارض مثلا. يا فندم انا 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 ما بتكلمش، دي روجيتات بتجي لي انا شخصيا، بتجي لي الصيدليه. طب اديني نموذج. ادي حضرتك اطلع نموذج. بالدليل الاول. اتفضل يا فندم. ادي روجيتا اهي مكتوب فيها ايه؟ سيفوتاكس 500. زميل الطبيب مش عارف ان السيفوتاكس حقن، كاتب قرص كل 12 ساعة. اسمه ايه؟ كورن فليكس. ده حبوب ولا كبسول؟ ده كلام سرح شوية ولا حاجة؟ سرح كتير مش شوية. طيب ادي نموذج تاني يا فندم. اتحدى ان حد يقول لي الروجيتا دي مكتوب فيها ايه؟ and eggs and cheese. eggs and cheese. شوف حضرتك دي روجيتا مكتوب فيها، ده خط. يعني انت لما يجي لك لما راجل حصل على ماجستير طب، دي روجيتا. اتحدى لو الدكتور خالد يقول روجيتا دي فيها ايه؟ ده انجليزي دي يا مرسي. وشوف بقى من المفارقات بقى يا استاذ وائل، ده هو كاتب تحت بينبه على الصيدلي بعدم صرف البديل.